صنعاء، زخات الرصاص تكسر الهدنة مشددا وتعيد مسلسل عنف لم يتوقف طويلا. هدنة بين جماعات قبلية وقوات موارية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح لم تعمر كثيرا بسبب فشل الطرفين في الحفاظ على استمرارها. عاد المشهد كما كان، معارك عنيفة تحصد مزيدا من القتلى والجرحى. في صنعاء وتعز والزنجبار الصورة هي ذاتها، قتلى وجرحى سقطوا بنيران قوات صالح. لم يتسنى التأكد رسميا من حصيلتهم، لكن المفوضة العليا لحقوق الإنسان تحدثت عن 50 قتيلا على الأقل منذ الأحد الماضي. تطورات أمنية وسياسية فاقمت من حدة القلق الدولي اتجاه ما يحدث في اليمن. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين إشتون جددت في بيان دعوة الرئيس اليمني للتوقيع على اتفاق انتقال السلطة دون أي ذريعة. ومع استمرار صالح في التشبث بمنصب ظل فيه لأكثر من 3 عقود، تسير الأزمة اليمنية باتجاه أفق مسدود في وقت تتهم فيه المعارضة الرئيس اليمني بانتهاج سياسة الأرض المحروقة من خلال جر البلد إلى أتون حرب أهلية بعد أن سدت في وجهه كل الأبواب.